السلام عليكم الجدود، نرحب بهم. عبد الربيع معي مجموعة ديال الإخوان. قائمة أمارة نعم ترى عليكم. إجمعونا كإجماع. إجماع كلي. دينا واحد العمل الإخوة الكرام اللي هو عمل كان على مدار 24 ساعة مادام كنا خدينا الفريق واحد الوضعية حائجة سواء الناحية المادية أو الناحية التقنية استطعنا في ظرف وجيز الحمد لله معية الإخوة وبفضل تضافر الجهود ديالهم استطعنا بأننا نكونوا واحد الفريق قوي متجانس استطعنا به باش نخرجوا من الفريق من الوضعية اللي كان كيعيشها. البوادر ديال العمل ديالنا بدات كتعطي الأكل ديالها. جاء ترشح ديالنا بعد الدفع ومساندة ديال الإخوة اللي كانوا جميعهم كيدفعوني إلى مواصلة القيادة من أجل نكملوا في الاستمرارية ديال العمل ديالنا اللي بديناه. الحمد لله كان وعد الجمهور الطنجاوي بأنه غادي يكون عمل مثمر وغادي يكون الخير من هنا القدام إن شاء الله. اعتمدنا على الكفاءة المهنية واللي غادي يعطي واحد الدفعة كل واحد في مجال اختصاصه، كاين الناحية ديال التسويق والإشهار وكاين الناحية الإدارية اللي غادي يكونوا جروب إن شاء الله سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية من أجل الخروج من الفريق من أوضاعه القانونية وأوضاعه المادية. السبب ديال اختيار أحقان لأن هو الواحد اللي كاين اللائحة الوحيدة اللي كاينة دابا اللي مرشحة والسيد اللي عنده الإجماع في طنجة كاملة كنظن يعني إلا ما قلناش 100% نقولوا 95% ونقولوا 100% الناس اللي باغين كرة القدم والرياضة بصفة عامة تقدم في طنجة كاينة 100% الإجماع على السي محمد أحقان. وملي كنقولوا السي محمد أحقان ما كنقولوش السي محمد أحقان بوحدو، كنقولوا واحد مكتب مسير اللي غيكون فيه خيرة الناس. لا قلت الناس الله كارطيط السي الوسيني الحسني السي سعيد يعني خيرة الناس اللي كاين عليهم الإجماع وعندهم سمعة حسنة إن شاء الله يا ربي. وانا ماشي مهم عندي نكون في المكتب ولا ما نكونش لان دائما انا كنخدم يا في المكتب يا ماشي في المكتب. انا دائما الفرقه ديالي وكنبغيها نعاونها يا مقرب يا بعيد وباش نكون في المكتب خاص بحال كنقولوا المكتب يشوفوك صالح لهم تكون في المكتب ماشي غير باش تكون في المكتب انك التواجد ديالك في المكتب صافي وسلام. خصنا الناس اللي عاد تكون في المكتب اللي عاد تعمل شي عمل لان المكتب هذا غيبقى واحد المده 4 سنوات كنتمنوا من الله يبقاو كاملين بينا مدة 4 سنوات ما بقاوش 4 بينا 5 بينا من الدوز واحد 6 شهور لان هذه كره القدم واحد اللعبه شعبيه اللي فيها الانتصار والهزيمه والتعادل ونطلبوا من الله ان واخا يكون احنا مازين باش يكونوا الانتصارات في اي ميدان ولكن الا كانت الهزيمه كلشي بقاو متحدين والامور تمشي بخير. الا ما كنتيش عاد تدخل باش تفك اي مكتب يا في الديون يا عاد تدخل وتجبر كلشي بيرفكت. الا كان كلشي بيرفكت هي تسير راسها بيدها. شنو هو مكتب ومكتب قوي وانا ملي كتدخل كتجبر مشاكل وتعرف تخرج من ديك المشاكل. الا ما كنتش شي عاد تجبر المشاكل وتخرج منها اذا انت ماشي مكتب اي واحد يمشي. الا كان فارق القسم الوطني الثالث تقدر يسيروا اي واحد مثلا هذا فارق القسم الوطني الاول والحمد لله الرجالات اللي موجودين دابا يقدروا يسيروا الفريق بدون مشكل. لا حنا دابا ملي جبرنا لجنه مؤقته وحنا كنتجمعوا كل اسبوع ما يمكنش عام بداو وباقي ما عارفينش شنو باغين. الا ما كناش عارفين شنو باغين كنا غنبقاو في الدور ديالنا كاملين بينا. اول شيء هو هيكله الفريق ومنين ناكلوا الفريق. حنا ما نقولوش عندك نطيحوا للدوزيام ديفيزيون لان الدوزيام ديفيزيون بعيد علينا الساعه يكفيك تربح حصه المباريات في 17 مباراه هي 18 بوا 18 بوا شو ديجا 17 هي 35 بوا ما عطيحش لان واخا تخسر 11 ماتش حنا ما نهضروش هي دابا واخا تخسر 11 ماتش ولكن حنا ما نشوفوش عندك نطيحوا للدوزيام ديفيزيون. الهدف ديالنا هو بناء فريق قوي في المده ديال 4 سنوات. خصنا ملي توصل 4 سنوات وتسالى الحقبه ديال الناس اللي دابا كاينين في المكتب يكون واحد الفريق ما كيخافش يطيح للدوزيام ديفيزيون. حنا دائما كندخلوا باغي البطوله وخوفانين نطيحوا للدوزيام ديفيزيون ما عارفينش شنو باغين. خصنا نعرفوا شنو باغين باش نعرفوا شنو باغين هو نعملوا واحد الفريق قوي اللي يقدر ينافس على واحد 10 سنوات اخرى نشوفوا ديك الفئات الصغرى لان ما يكذب عليك حتى واحد كاين واحد 70 80 لاعب مغربي كيدوروا في البطوله. انا كنشري استاد العام اللي ما جي كنبيعهم لك كتعطيني الاستاد ديالك وما نيت لان مادام ما كاينش التكوين فعم بقاو دائما في هذه البقعه ديال كاين لعبه ديال 17 18 سنه عم بازيو عليهم. جبنا واحد المدرب اللي هو فورماتور
كاموندي مدرب وفورماتور، والفكره ديالنا معاه هو انه نشوفوا هاد ابناء المدرسه اللي عندهم 17 18 وطنجة عامره باللاعبين، ونشوفوا اللاعبين نجيبوا شي 5-6 لعابه توب، ماشي مشكل، هذا هو الهدف اللي كاين. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.